أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى عدد جديد من برنامج صوت البلاد. موضوعنا لنهار اليوم سيكون حول عملية التخريب التي طالت تمثال الشهير بعين الفوارة بسطيف، رمز تاريخي ومعلم لا تكاد تذكر سطيف إلا وقفز إلى الأذهان. عملية التخريب اتفق كثيرون على رفضها جملة وتفصيلا، في حين استغل آخرون الفرصة للمطالبة بإزالة هذا التمثال الذي يعتبرون أنه خادش للحياء. تابعوا معنا. بما أنه نحن بالدولة الإسلامية، دولة جزائرية إسلامية، هكذا حاجة الأولى دو أن سيك الصورة تحوي على صورة مخلة بالحياء لهذه المرأة، اوكي. حاجه ثانيه، هذه الحضاره ليست بالحضاره الجزائريه، اوكي. حاجه ثالثه ثاني زيد نضيفها لك، انه الانسان يتاثر كثيرا بالصوره، اوكي. تما الصوره هذيك حتاثر على اناس ما قريك، الناس بالك يشوفوها حاجه نورمال موروث هكا كما راكي تقول انت، تما بالك داخله في لاكولتور، اوكي، بالك داخله في ثقافه في ساكده، مي انا نشوفها تما حاجه اللي تاثر. علاش انا قرا بسيكو نقول لك باللي الصوره تاثر بالبزاف، تما بوينت فيو تاعي عنده الحق، تفهمنا، يعطيك الصحه. شو يبور ما من كوتي عنده الحق، من كوتي ما عندوش الحق. دوك الكوتي اللي عنده فيه الحق، شغل تمثال ما مشيت على الحياه، شغل ما تقدرش اون فامي هكا. والكوتي اللي ما عندوش الحق، شغل تمثال داك التراث ديالهم، شغل تمثال القديم خاص بهم. بديت نشاور مع بابا على هذا الموضوع، اسمه صباح ربي اليوم. واش قال لي؟ انا بابا شويه مدين شويه، واش قال لي؟ قال لي باللي انه من كوتي تاع دين، من كوتي محسوب تاع دين الاسلام، هي نورمالمون باسكو معاه نورمالمون حاجه مليحه اللي دارها، كوتي دين، بصح كوتي تاع حياتك شغل ماشي حقه تاع هو اللي راح يكسر هذا، باسكو هذه خدمه تاع دوله، اوكي. باسكو علاش اصنام؟ ديجا الاصنام ماشي مليح تتحطها، وزاد ثاني كانت محطوطه في فواره، وعفسه ثاني يفتخر بها سطيفي، راك معايا؟ دوكا عفسه كيف يفتخر بها سطيفي؟ انه فوالا ثقافي. دوكا الارث ديالها كانت محطوطه تماتك في سطيف، ودارين بها الاخر شغل عفسه تفتخر بها سطيفيه، الور باين باللي عفسه في الدين عفسه عيانه، مي بصح في عفسه تاع الواقع هذا عفسه عيانه، باسكو عفسه وين هي كسر الارث تاع سطيف، والعفسه الثانيه ماشي هو اللي راح يغطيها، ماشي هو كانسان، نورمالمون الدوله هي اللي تروح تنحيها. قول لي سيدي، واش رايك في السيد اللي كسر تمثال تاع عين الفواره؟ على كل حال ما عندوش حق يكسره، اولا ملك تاع المدينه هذيك والشعب هذيك، وتمثال تسمى سياحي، مكان سياحي وملك تاع بلاد هذيك، كل الناس كل تما عنده قيمته، ونظن الشخص هذا نقول نظن عنده مرض، ما علبش واش من مرض، يكون عنده كومبلكس، عنده البال يشوف فيه مرأة هكذا كل يوم، بالك عنده مشكل مع المرأة. ضد بيان سور، ضد باسكو كان قادر موش عجبتو يروح يربي ولادو، سي يربي المجتمع بطريقة أخرى، مي هذيك نظن عنده مشكل في راسو، ما يشوف فيها ما لور كو الناس الآخرين ماهمش يشوفوا واش راه يشوفوها، شوف تمثال عادي يروح يشرب الماء، موالف سيتو بالك مريض. موا جو سوي كونتر، باسكو ني الأخلاق ني الثقافة تاعنا ني التقاليد تاعنا ني الدين لوي مام ما يسمحلش يكسر، كل واحد على هو نورمالمون لي زاكت كاع تاع بنادم نورمالمون دمانيير ليجيتيم، اون بلوس نورمالمون في الثقافه تاعنا نقول لك واحد ما لازمش يكسر، وما لازمش يخرج على القانون، وما لازمش يكون يدير رايو وحده، باسكو لو كان كل واحد كل كان تولي هكذاك تما كل واحد يدير واش يحب، تما كل واحد يفرض المنطق تاعو والثقافه تاعو على الاخرين.
ميم سي ما يكونش دومينو لازم يدوميني لي زيديو تاعو على الاخرين. هذه هي يعني بعيدا على الجانب الديني، وكاين اللي بداو يفتو قال لك يعني لو كان حنا جينا نشوفوا الجانب الديني نروحوا نحوا كاع التماثيل اللي كاين. بيان سور لو كان تشوف الجانب الديني كاين بزاف امور قبل ما تروح تكسر، كاين بزاف امور لازم تطبقهم قبل ما تروح تكسر، كاين امور لازم نورمالمون اسمو تحارب عليهم ولا تكومبات عليهم. رأيي الشخصي ان انا هذا الشخص كان في حقه، ما لكن معلم اثري راه مش معلم اصلا، راه يمثل شيء ما لا يمثل الدين في هذه الحال. كون ما في مثلا كون يشوف واحد اخر من خارج الجزائر يشوف هذا التمثال يقول لك هذه ليست دوله عربيه، التمثال لا يعني للاخلاق شيء او للدين شيء. ها من جانب الدين اكيد، والدين هو اولى من الثقافه. لو كنا نرى من ذاك الجانب الدين اولى من الثقافه، هذاك التمثال ليس له، مع انه هذا الشخص اللي دام الاخر انا حتى نعوته بالمجنون حتى وراه في حقه. ايه يعني كل ما يكون ايه وراه في حقه. شكرا. ما عندوش الحق اختي، التمثال هذا يعتبر واحده من التراث ديالنا، تراث البلاد كما نقولوا احنا، يمثل المنطقه، منطقه سطيف. ما فهمتش انا علاش كسروا، يعني ما فهمناش واش من السبه اللي خلاته يكسروا. شحال من عام وهو محطوط للتم، ولي راح يزور سطيف اولا راح هذاك التمثال ما كانش ما جاش عليه، خلاوه الاولين كما يقولوا. يعني حسبه يعطيك الصحه كما نقولوا، هذه المعلومه كاع نعرفوها. جوسبر ربي يهديه ان شاء الله، ان شاء الله ما تتكررش هذا ان شاء الله ما تكونش عاده ان شاء الله. باسكو على بالك حنا الجزائريين عندنا، حبيت نقول نضيف كلمه، ايه يشوفوا واحد دار حاجه الوغ هما اولا الجزائريين تاعنا ناقصين في الثقافه، ماهمش متقفين سمحي لي، بين قوسين ماشي كامل. وهذا يعني وعلاه والله العظيم غير توشانا كما يقول واحد، قاسنا كامل وكسر المدح هذا التمثال تاع سطيف. غدوه يجوا ثاني تاع قادرين، يجوا الامير عبد القادر، يجوا تاع باب الواد، هذوك العواد الثاني تاع خلاتهم كما يقولوا الجزائريين. هذا مفخره لينا حنايا، عنده الحق باسكو حنا كبلد مسلم ما صوالح عيانين هذوك تاع التمثال. رايي هذا هو.